لكن علينا مسؤولية كأولاد الله تجاه المزيفين. إيه المسؤولية اللي علينا؟ أقولها في بعض النقاط السريعة. نمرة واحد، الرب حذر وقال إيه اللي خلى الإنسان العدو يدخل ويزرع الزوان؟ قال وبينما الناس نيام. عشان كده مسؤوليتنا كمؤمنين السهر وعدم النوم. والنوم معناه في كلمة الله هو عدم اليقظة على أنفسنا، عدم اليقظة على التعاليم الكتابية والشركة مع الرب. رقم اتنين، المسؤولية اللي علينا رقم اتنين التحذر، الحرص. الرسول بولس قال لتيمساوس، قال له اسكندر النحاس قاوم أقوالنا جد أظهر لي شرورا. اسمع الكلمة اللي جاية، قال تحذر منه. حلو كمؤمنين أنا ما أقدرش أقطع دوت ومشي دوت، لكن أبقى حريص. رقم ثلاثة، المسؤولية الثالثة اللي علينا، لا نهادن ولا نزعن للمزيفين. هيطلعوا لنا في الفضائيات، ويطلعوا لنا في الفيسبوك، هيطلعوا لنا في بعض الكنائس يقولوا لنا تعاليم شريرة. وللأسف هيمشي وراهم عدد كبير يا أخ نزار، للأسف. والمشكلة لأنه ما في محاسبة. يعني كل واحد بيعطي يطلق العنان لنفسه يتكلم، فالفرصة مفتوحة، فبيصير كل واحد، مع أنه الكتاب بحذر لا تكونوا معلمين كثيرين. بالضبط، لا نذعن. بولس قال كده عن الكذبة، ألا الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة واحدة. آخر حاجة، لا يكون لنا شركة معهم. لا نقضي عليهم، لكن لا يكون لنا شركة بين النور وبين الظلمة.